في الاقتصاد مشاهدينا، أقر البنك الدولي قرضا طارئا للعراق بقيمة 1,200,000,000 دولار لمساعدته على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن محاربة تنظيم داعش وهبوط أسعار النفط، ليصل مجموع القروض الممنوحة له لنحو 2,000,000,000 دولار. وبحسب قول مسؤول الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بالحاج، بعد توقيع القرض مع السفير العراقي لدى واشنطن، فإن القرض سيصرف على دفعة واحدة، وقد يحصل عليه العراق قبل نهاية العام لسد النقص بالموازنة وإصلاح نظام الأجور والرواتب في القطاع العام، مع تنفيذ إصلاحات مهمة في المؤسسات المالية والاجتماعية. العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب هبوط أسعار النفط والحرب ضد داعش. الحكومة العراقية تعهدت مؤخرا بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في مختلف القطاعات الحيوية. ورغم خطورة الإقراض في ظل الظروف الراهنة، إلا أن القرض سيعمل على تعزيز شفافية وأداء المؤسسات المالية والاجتماعية وتحسين نظام الأجور في الدولة، إلى جانب تحسين أنشطة توليد الكهرباء من خلال استخدام الغاز الطبيعي والحد من التلوث. هذا المؤشر أو هذا القرض يعتبر مؤشر جيد أن دول العالم تقف مع العراق في حرب ضد الإرهاب وفي خطواتها المهمة نحو الإصلاح. الإصلاحات على جوانب متعددة، هناك إصلاحات مالية، إصلاحات في قطاعات مثل الإدارة وفي قطاعات الطاقة وما شابه ذلك. هذا اللون أو هذا القرض حيساعد أن يملأ بعض هذا الفراغ، وأيضا يساعدنا أن نخلي بعض الأموال الأخرى تتجه نحو الحرب وبالخصوص مع معركتنا ضد الإرهاب داعش.